تحية طيبة لكم مشاهدين الأوفياء، وحييكم أينما كنتم ضمن عدد جديد من الموجز الإخباري الأسبوعي الخاص بنادي الرجاء الرياضي، حيث سنتابع وإياكم جديد الفريق، كما سنسلط الضوء على استعدادات الخضر للاستحقاقات المهمة المقبلة. تدريب الرجاء لهذا الأسبوع تعرف غياب أربع عناصر تتواجد رفقة المنتخبات الوطنية، والأمر يتعلق بالمدافع سند الورفلي الذي تلقى الدعوة من المنتخب الليبي، وسفيان رحيمي، صلاح الدين باي، وعمر بطيب لتواجدهم مع المنتخب المغربي المحلي بمعسكر إسبانيا، وينتظر التحاقهم بالمجموعة الرجوية يوم غد. ينتظر الخضر في الأسبوعين المقبلين أربع مواجهات حاسمة في مسار النادي لهذا الموسم، بداية من لقاء خريبكا السبت، ومرورا بمباراة إنيبا والإسماعيلي المصري، وصولا لنصف نهائي كأس العرش أمام الوداد الفاسي. مباريات في استحقاقات مختلفة لكن بهدف واحد، الحضور بالشكل والمضمون. وللحديث أكثر عن هذا المعطى إليكم تصريح قائد الجهاز الفني خوان كارلوس غاريدو ومتوسط الميدان حسن بوعي. Nous sommes en une période, comme tu bien as dit, importante. C'est clair que. نعم، إن مرحلة مهمة. كما قلت، أظن أننا نقوم بعمل جيد. نحن نتواجد بكأس العرش، كأس الكاف، كأس العربية والبطولة. واضح أن المواجهة المقبلة أمام خريبكا مباراة صعبة جدا ضد فريق قوي يقوم بعمل تكتيكي كبير، وحتى على المستوى الجانب البدني والتقني. كما قلت في عديد المرات، الرجاء لديها جمهور يعشق كرة القدم ويحب الفوز، وبالنسبة لنا كل مباراة مهمة، وهدفنا الذهاب لخريبكا لتحقيق الانتصار. هذا الأسبوع هو استثنائي لأن هناك لاعبين بالمنتخبات الوطنية، وأظن أننا غدا يمكن أن نستعد المجموعة كاملة، وبطبيعة الحال نحن محظوظون للعب كل هذه المنافسات، وبالتالي فأهداف النادي جيدة جدا، لكن علينا التركيز كثيرا في المرحلة المقبلة. المباريات اللي كيتسناونا كاملين مهمين، باش كيعرف كل شيء اننا لاعبين على اربعه ديال الواجهات. كنتمناو ان شاء الله بان نفوزوا بهم كاملين، ما كرهناش نفرحوا جمهور الرجاء البيضاوي وبنفوزوا بهم كاملين، ولكن المباراه ديال خريبكا هي الاولى دابا اللي تابعنا، وكنستعدوا لها بما في الكفايه باش نحققوا لي 3 بوان ان شاء الله ونفرحوا جمهور ديال الرجاء. وكيف ما كيعرف ان المكتب المسير كامل، لا التقني لا الطبي لا كلشي، داير جهده كامل باش نحققوا نتائج يكونوا ايجابيين ومزيانين لينا. انيبا درنا ماتش اللي مزيان، باقي لنا الروتو ان شاء الله باش نحسموا وندوزوا النهائي ان شاء الله. المباراه ديال الاسماعيلي عندنا حتى هي مهمه ان شاء الله، غادي نمشيو باش نربحوا تما، ما غاديش نلعبوا على شي حاجه اخرى من غير الربح. نتمنى ان شاء الله بان كلشي يدوز كيف ما بغينا ونفرحوا الجمهور الرجاء ان شاء الله. البطولة، كأس الاتحاد، الكأس العربية وكأس العرش، هو ترتيب الحضور بالنسبة للنصر في المواعيد المقبلة، فحد سعيد لرجال الرجاء. وصلنا مشاهدينا الأوفياء إلى ختام الموجز الإخباري الأسبوعي الخاص بنادي الرجاء، حيث تابعنا وإياكم جديد الفريق. يمكنكم أيضا متابعة الجديد عبر صفحات الرجاء على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الموقع الرسمي للنادي. في أمان الله.